في المستهل صادق اليوم أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على نص قانون المالية لسنة 2025. المصادقة تمت خلال جلسة علنية ترأسها صالح جوجيل رئيس المجلس بحضور وزير المالية العزيز فايد وأعضاء من الحكومة. وعقب المصادقة على نص القانون أكد رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل أن القانون يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة ويضع التدابير التي تضمن النهوض بالاقتصاد في ظل تقلبات السوق الدولية، وذلك ضمن التزامات السيد رئيس الجمهورية للحفاظ على ديناميكية التنمية المسجلة في السنوات الأخيرة ودعمها بالأخص فيما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتنويع الاقتصاد من خلال دعم وترقية الاستثمار وبعث المشاريع المهيكلة الكبرى. وحقيقة القراءة تاع القانون نلمس فيه كل التزامات رئيس الجمهورية السابقة والمستقبلية، وهذه الانطلاقة للمرحلة الثانية لإعطاء الجزائر المكانة لا من ناحية سياسية ولا من ناحية اقتصادية أن تكون رائدة. هذه المرحلة اللي رانا فيها مرحلة عندها كل معنى. لما نقرأ قانون المالية حاليا وكل الإجراءات اللي اتخذ والدولة الاجتماعية المحققة من خلال هذا، واش نفهم؟ هذا هو الشعار نتاع أول نوفمبر، من الشعب وإلى الشعب، يعني نراه من خلال الممارسة نتاعنا اليومية ومن خلال كل ما يصدر من قرارات في كل ميادين اقتصادية اجتماعية ثقافية. هذا تخلينا على كل حال فخورين.